السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في المشروع الأول التطبيقي لدورة إنشاء سكريبتات Command Line Interface باستخدام الكليك والبايثون. بعد عملي لهذا السكريبت لاحظت أنه لم يتم تطبيق الكثير من الأشياء التي شرحناها في هذه الدورة، وذلك لبساطة السكريبت. لذلك سيكون فيه أكثر من مشروع باستخدام الكليك إن شاء الله، وذلك من أجل توظيف أكبر قدر من الأشياء التي تعلمناها في الدورة. الكود الخاص بهذا المشروع سيكون متوفر على الجيت هاب طبعا، الروابط تجدونها أسفل وصف الفيديو. في هذا المشروع لم أعتمد على مكتبة كولوراما التي سبق وأن تكلمنا عليها في هذه الدورة، وذلك بسبب أنها لا تناسبنا في التنسيق الذي قمت به في هذا المشروع. والسكريبت سنجعله يشتغل بكتابة اسمي فقط، فمثلا السكريبت أنا أسميته كريبتور، فيمكنني تشغيل السكريبت مباشرة بكتابة اسمي فقط دون الحاجة إلى كتابة بايثون ثم اسم كريبتور وإلى آخره. فكرة السكريبت أنه عندما كنت أتعلم التشفير قلت لي ما أنا أنشئ سكريبت واحد يجمع هذه الخوارزميات التي أتعلمها ويمكنني استخدامه فيما بعد إذا احتجت إليه، والاختيار بين هذه الخوارزميات بكل سهولة. السكريبت بكل بساطة يحتوي على خوارزميات تشفير، تقوم أنت باختيار اسم الخوارزمية التي تريد استعمالها ويتم نقلك إلى هذه الخوارزمية لاستغلالها. حاليا السكريبت فيه فقط خوارزمية واحدة بسيطة وهي خوارزمية قيصر للتشفير، خوارزمية بسيطة جدا. وطبعا إذا أردت أنت يمكنك التطوير عليه وإضافة خوارزميات أخرى، سيكون خيار جيد لك وتطبيق عمل جيد لك. الخوارزمية طبعا قمت ببرمجتها من قبل وموضوعنا ليس تشفير، لذلك ستجدون أيضا الكود الخاص بهذه الخوارزمية موجود على الجيت هاب، سأقوم بوضعه أسفل وصف الفيديو. وكانت هذه بعض الأمور التي أردت توضيحها قبل أن نبدأ في التطبيق الخاص بنا. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، نلتقي في شرح جديد وفي أمان الله.